نفسي ما رد أنا تكون أيامي إلا معي. اليوم عنا بصحصح موضوع حلو كتير، وبتخيل إنه السيدات بالأخص رح يعجبهم هذا الموضوع، لأنه إحنا كستات منحب الأمثال وبتحسوا بأحاديثنا سواء ببيتنا مع صحباتنا دائماً إنه على قولة المثل. اليوم بدنا نحكي عن الأمثال اللي أشحفت وأساءت إلى المرأة. في كتير نوع من أنواع الأمثال اللي موجودة بموروثنا الثقافي واللي إحنا بنحكيها كنساء برضو عن بعض، ولكن لما بنطلع على عمق الرسالة خلف هذا القول بنكتشف إنه فيها أكبر إساءة لحقوق المرأة ولكيان المرأة بشكل عام. مظبوط، يعني للأسف الشديد عدد كبير جدا من الأمثال، وعلى فكرة مش فقط العربية وإنما الأمثال الأجنبية أساءت للمرأة. واليوم رح نثبت لكم من خلال كم مثل، وأنا مبارح عم بقلب هيك بين الأمثال لقيت مثل ليبي غريب. هلأ هو عنا منه أكيد أردني بس ذكريني فيه، بقول لك بقروشك تاخد بنت السلطان. هذا المثل يعزز فكرة إنه الشخص اللي معه مصاري ممكن يتجوز البنت اللي بده إياها بنقي وبستحلي. أنا هون ما بدي ألوم الرجل، بدي ألوم بعض الصبايا اللي هي بيكون شعورها إنه تغفر أخطاء الرجل اللي جيبته دافية واللي رصيده البنكي عالي، وبتقبل إنه هي تكون يعني شخص مهمش في حياته لمجرد إنه تعيش حياة مرتاحة مادياً. ففي بعض الأمثال إحنا كنساء بنرسخها في أذهان الرجال، عمرك ما تقبلي إنك تنشري، you are not an object. إحنا بني أدمين قيمتنا كتير عالية، الست قيمتها كتير عالية، خلينا إحنا كنساء نحافظ عليها. يعني ما في موقف بحياتنا كمجتمع عربي إلا وفي مثل ينطبق فيه على المرأة على البنات. من لما تنولد البنت بيقولوا لك هم البنات للممات. في مثل أنا مبارح سمعته لأول مرة بسمعه، بقول لك عقربتين على الحيط ولا بنتين في البيت. طبعا شوفوا هالمقارنة، يعني المرأة قورنت بالعقرب. يعني العقربة عرفتوا كيف؟ كيفوا. أي نعم، إحنا كيدهن عظيم، إحنا ماشي، بس يعني في أمثال معينة. البنت من أول ما تولد تبدأ بالأول، إذا كانت بنت بيقولوا لك ليش ما جبتي زلمة أو ليش ما جبتي ذكر، يعني وبصير يطلع مثل على الأنوثة. لما البنت بتكبر بصير يطلعوا لك أمثال إنه ما في داعي تعلمها. يعني مبارح قرأنا مثل أنا وياكي بمعنى إنه العلم بإيد البنت مثل السكين بإيد القرد. يعني شوفوا قدي في استخفاف بالمرأة وب قدرة المرأة، مع أنه نفس هاي المجتمعات، سواء عم بحكي عن المجتمع الأردني، المجتمع الفلسطيني، المصري، اللبناني، الليبي، كل هاي المجتمعات النساء فيها أثبتت بجدارة وبقوة قديش هي عم تقدر تكون قيادية، قديش عم تستلم مناصب مهمة. ولكن مع هيك الكلتشر ما عم تتغير، أو التراثنا ما عم يتغير، يعني الموروث الثقافي للأسف. في ناس بقول لك يا عم الأمثال لا تعكس ثقافة المجتمع. احنا بنتمنى انه تكون الامثال بتعكس ثقافه فئه محدوده جدا من المجتمع، لانه فعليا اذا بتتمحصوا هيك بالامثال اللي خصت الست، يعني احنا يمكن في امثال متعارف عليها، ولكن بالجانب الاخر في امثال كثيره تصفني انه شو انه كيف. اسمعي، كثير في اشخاص علقوا على ما انه عم نحكي عن الستات، عن خبر الشاب الصومالي اللي تجوز بنت خالته وبنت عمته بنفس اليوم. بده يتجوز هو تنتين وهذا كان حلم عمره، وقال لك عشان ما تزعل واحدة من التاني بعملهم نفس العرس، وواحدة قاعدة على يمينه والتاني قاعدة على شماله. في شخص بعت لي نكتة على فيسبوك مبارح بقول لي في واحدة قالت لصاحبتها اسمعي بدي أقول لك خبرين سيئين جدا، قالت لها إيش؟ قالت لها جوزك تجوز علينا. 100%. تسمحوا لي أحذر رهف حزيرة قبل ما تكمل بالأمثال. يلا هلا بقولوا لكم، بعض النساء حتى اللغة العربية ما أنصفتنا في بعض المحلات. بدي أحذرك وإنتي قولي شو. أوكي قولي. إذا كان الرجل لا زال على قيد الحياة بنسميه حي، الست شو بنسميها؟ حية. إذا أصاب الرجل في قوله أو فعله فيقال أنه مصيب، بالمرأة شو بنقولها؟ مصيبة. إذا تولى الرجل منصب القضاء فيقال أنه قاضي، الست شو بنسميها؟ قاضية. إذا أصبح الرجل عضواً في أحد المجالس النيابية يقال بأنه نائب، الست شو بنسميها؟ نائبة. بس بتعرفي إنهم لغوها وصاروا يقولوا مثلاً سعادة النائب، وحتى لو اسم أنثى، لأنه نائبة يعني مصيبة. هاي الفكرة. ما بزبط. إذا كان للرجل هواية يتسلى بها بنسميه هاوي، الست شو بنسميها؟ هاوية. هاوية، وهي اسم من أسماء جهنم. يعني حتى اللغة أنت علينا، أنت بالزمن. مش قادرين. أنت بتعرفي أنا مبارح، هلا بتعرفوا إخواننا المصريين كتير نخشين وعندهم هيك خفة دم، وحتى بأمثالهم في نغاشة، بس أنا مبارح قرأت مثل
مصري. بدي أقول لك يا يعني هو إشي بضحك بس نفس الوقت ببكي حلو. يعني قد ما معناه سيء. شوفي شو بقول المثل. قال اللي يقول لها جوزها يا عورة بيلعبوا فيها كورة، واللي يقولها جوزها يا هانم يقابلوها على السلالم. صح. بمعنى صح. انه الجوز هو اللي بيقرر، اذا جوزك بيعاملك منيح الناس بتعاملك منيح، اذا جوزك بيعاملك بإهانة وبخلينا نقول يعني بهدلة الناس برضو رح تعاملك ببهدلة وبدون اي قيمة. حلو. انا بتعرف كيف فهمتها؟ الرجل خاصة قدام اهله اذا بيعمل لك قيمة ما بيسترجوا يحكوا معك كلمة مش يعني وقفة. برات الطريق. اما اذا هو قدامهم بيهت عليكي وبيحسسك بانه انت قيمتك صفر بالحياه فهم بيسترجوا. انا بنظري هي طبيعه البشر، احنا بنعمل قيمه للاشخاص صح اللي حوالينا. مزبوط مزبوط. وبعدين بنعطيهم مجال 100%. واذا في شخص مثلا خلينا نقول نحكيها هيك بالعاميه لسانه طويل او بكثر حكي او حتى بي 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 بالمحيطات العمليه، هذيك المره كنا بنحكي عن الغيره بين الزملاء، انت اول مره اذا ما حطيت حد انسى الموضوع انه هذا الزلمه اخلاقه ترده طبعا. يعني احنا للاسف بطلنا عايشين بالمدينه الفاضله. لا 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 لا. يمكن زمان كانت الاخلاق اعلى، الناس كانت تستخطي حالها اكثر، تشعر بالذنب اكثر، ولكن اليوم انا اذا غلطت بناديه وناديه سكتت اوكي معناته خلص انا اسست، يعني هي العلاقه اخذت شكل معين. رهف بتغلط وناديه عادي انه متلقي لهذا الموضوع وما عم بتواجهني ولا عم بتعاتبني. فمهم كتير انه الواحد يرسم شكل علاقاته بوضوح عشان يعيش مرتاح. انا معك مليون بالمية. وبس هيك تعقيبا على الموضوع اللي قالته رهف، اسوأ درجات الرذائل انك تصفي حساباتك مع شخص عم بيمر بأزمة. تشوف انه الكل عم بنهش فيه وانت تقول يلا هيني معاهم. أسوأ الحسابات. أنا ضد تصفية الحسابات على فكرة، أنا مع العتاب المثمر، أنا مع النقد البناء، ولكن أنا بستنى لفلان يصير عليه زلة، بشوف الكل هجم بهجم. لأنه بالزحمة ما بتقدر أنت أنك تعرف مين عدوك من صديقك، فهذا الإشي اللي هو بياخده بعين الاعتبار. صح صح. وبرجع صديق بس تمر الأزمة، بس تمر الأزمة برجع يبعت لك I miss you. رجعنا لكم لنتابع مشوارنا الصباحي صحصح برعاية أورنج، واليوم عم نحكي عن بعض الأمثال اللي ظلمت المرأة أو أساءت لصورة المرأة العربية بشكل عام. ورقمنا 0656990099. بنحب نسمع أصواتكم واتصالاتكم معنا على الهواء مباشرة. طيب رح ناخذ اتصال بعدين، رح أفاجئك بأمثال أنت مفكرة اللي حكيناه إشي في أسوأ هي علينا. اتصال يلا. ألو صباح الخير. صباح الفل. كيف حالك يا نادية؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ اهلا يا ميخائيل. انا ميخائيل. اهلا يا استاذ ميخائيل. اهلا اهلا اهلا. تعرفت عليه هديك المره كنا بعرس وتعرفت على ميخائيل. ما بتصدق انا واقفه هيك انا وبشار، بيجي شخص بيقول لي مرحبا فانا ما عرفته، اهلا بيقول لي انا ميخائيل. يا الله اسمعي تغيرت ملامح وجهي بس شفتك. عن جد شو حلو. شو حلو انه الواحد يلتقي باصحابه. بدي احكي لك بس انت وخطيبك عيونكم بلمعوا، شفت الحب بعيونكم. عن جد الله يخليك يا ربي. عن جد انا مش شايف لمعه. عن جد ميخائيل حاسهم يعني. ان شاء الله الله بديم اللمعه وبديم الحب والسعاده. امين. طيب استاذ ميخائيل اعطينا مثل بتحسه ظلم الست، واحنا بنعرف انه انت مناصر للمراه. حظ العفنه بالحفنه. حظ العفنه بالحفنه. يعني حظ ال يعني حظ ال حظ العداله مايل. هي زي ما انت قلت بالضبط. يعني بالضبط زي ما ضم صوتنا لصوتك. هو على فكره كثير في امثال يعني بمجتمعاتنا العربيه دائما بتقول بانه الحلوه حظها ناقص والمش حلوه حظها منيح. صح. او مثلا انه بمعنى زي الله بيعطي الحلاوه للي ما له اسنان. دائما احنا يعني بنخلي بنشوف الموضوع من وجهه نظرنا، زي كانه انه طب بلكي يعني انت شايفتيها حلوه انا شايفتها مثلا مش حلوه والعكس صحيح. هاي المواضيع ريليتيف زي ما بيقولوا. ميخائيل لساتك على الهواء؟ شكرا يا استاذ ميخائيل، انبسطنا جدا باتصالك. شوفي يا رهف، شو الامثال اللي بتخوف قولي لي. لما قالوا لي ولد اشتد ظهري وانسند، ولما قالوا لي بنت انهدت الحيطه علي. ما احلى فرحتهم لو ماتوا بساعتهم. للبنات عمرك سمعتي بهذا المثل؟ ما احلى فرحتهم لو ماتوا بساعتهم. بحياتك سمعتي فيه رهف؟ بلاش. موت البنات من المكرمات.
إذا مات أخوك انكسر ظهرك، وإذا ماتت أختك انستر عرضك. هيك بتقول علينا، هيك بتقول الأمثال الشعبية للأسف. محمد من عمارة معنا اتصال. يلا, يلا هلو. مرحبا. أهلا وسهلا أبو حميد. كيف حالك؟ تمام، كيفك أنت؟ والله يعني أخيرا يعني لا أبصر. قالها. أهلا يا أبو حميد، مبسوطين سمعنا صوتك. عدلي صوتك محمد عشان نسمعك منيح. هيك كويس؟ هيك ممتاز. تمام. أنا يعني بحكي لك أخيرا إنه يعني حصل لي الشرف إني أسمع الصوت وأقدر أحكي معكم. يا سيدي الشرف إلنا، أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا وسهلا فيك. اسمع، بدي أخذ رأيك بمثل امبارح قرأناه أنا ونادية واستغربنا منه. أيوه. المثل بيقول الرجل لا يأكل فضلة غيره. طبعا هذا المثل كناية عن المرأة المطلقة، إنه الزلمة ما بتجوز ست مطلقة لأنه تعتبر طبعا هون يعني بناء على المثل هم شبهوها إنه يعني خلاص هاي راحت الست بما أنها كانت من نصيب رجل أول تاني. شو رأيك؟ لا أنا مش صح صراحة. مش صح يعني. آه مش صح. يعني في حالات كتير يعني أثبتت إن هذا الكلام مش صح. طبعا مزبوط صح. أنت مناصر للمرأة يعني محمد؟ بتحب نادية ورهف؟ أنا بعشق نادية ورهف. وكنت بدي أقدم شغلة لنادية ورهف صراحة، هو مثل ولكن غنى يعني مثل تغنوا فيه. نعم. ولحنوا وغنوا ناس كتير يعني، فأنا حابب أحكي لكم إياه. تفضل. الدنيا نسوان ما بنسوى بلاهن، ونسوان بالنكد الله بلاهن. الله. بس صوتك قصة يا محمد عن جد. الله يسعدك ما شاء الله عليك. شكرا كثير لاتصالك. عفوا عليك، ننبسط فيكم كثير محمد. شكرا. بدي أحكي بس مجموعة من الأمثال قيلت في الست على مستوى العنف الأسري. ما خلوا إشي غير حكوا عن الست عليه. شرف المرأة مثل عود الكبريت يشتعل لمرة واحدة. البنت إما جبرها أو قبرها. المرأة الجميلة تحتاج إلى ثلاثة أزواج، واحد ليدفع ديونها، واحد لتحبه، وواحد ليضربها. هذا مثل إنجليزي. وآخر مثل مصري، اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. أنا في شغلتين بس بدي أحكيهم. أول إشي، إحنا كنساء لازم نرفض هذا النوع من الأمثال. يعني كيف بنرفضه؟ لما انت تكوني قاعده بجلسه ما تحكي او ما تستعيني بمثل عشان توصفي حاله معينه، تمثل امراه معينه عشان الناس ما تحكي عنك من ورا ظهرك. وثالث شغله، ما تنسوا انه بكل هاي المجتمعات اكثر من 40% من مجتمعاتنا العربيه، سواء هون او بفلسطين او بلبنان او بسوريا او بمصر تحديدا، كوننا كثير حكينا عن الامثال المصريه، 40% من الاسر اللي معايشه على هالاراضي تعيلها امراه. يعني احنا فكرتنا، احنا دائما بنحكي عن المراه وكيف بلا عقل وكيف نكده وكيف دائما مرافقه الشيطان، وهي يعني الشيطان بتعلم من الست. ولكن لما تيجي تفكروا، احنا قبل فتره، قبل بسنتين تقريبا بعيد الام، كرمنا مجموعه من الامهات المعيلات، الام اللي بتشيل اولادها وبتشيل جوزها اذا اضطرت. فتذكروا هاي المعلومه قبل ما تتهكموا او تتنمروا على المراه من خلال الامثال. انا كمان بدي اوجه رساله الى الصبايا اللي عم بيسمعونا واللي عم بيشوفونا. ما بكفي بس انك انت ترفضي هذه الامثال وتستهجني وتقولي شو هالحكي الفاضي، انت لازم تغيري، لازم تكوني التغيير اللي بتدوري عليه. في شخص رسم لوحه حطها بشارع عام وحط فوقيها مجموعه الوان، قال للناس الماره اللي مش عاجبته اللوحه يحط اكس احمر. رجع تاني يوم لقى اللوحة كلها إكسات حمر، لأنه الناس بيموتوا عن النقد والإحباط. تاني يوم حط نفس اللوحة وقال للناس هاي الألوان موجودة، صلحوا لي الغلط وين إذا مش عجبتكم. رجع ما حدا دقرها، لأنه إحنا ما نتقنه هو ثقافة النقد، ثقافة الإصلاح لنعترف فيها. فأنتي خليكي مصلحة لنفسك ولولادك ولمحيطك، خلي التغيير يبدأ من عندك. صح 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 ص